وانت عارفين انه بابايا عمال يمسح حاجات كتيرة في تليفوني، وانا عم هو بيقفل لوحده، انا مش بقفل. وانت عارفين ان احنا عندنا حاجات كتيرة فرحانة قوي. هعمل ايه؟ طيب نحكي قصة واحدة تانية ولا خلاص كفاية؟ كلهم عمالة يكافئوا بعض. اما دول بقى الفيل قال لا، انت مفترس، انت مفترس اخت حال. وبعدين هو اكل دجليهم، اكل عمال ياكل دجليه بصراحة في مكان. تعال معايا، هو راح معايا عمال ياكل دجليه مش بيقول ساعدوني ساعدوني باكل دجليه. وكمان اكل ظهره واكل بطنه واكل راسه واكل كل الناحيه اللي عنده. وراح مات. وكل واحد قال مين وافين مين ده؟ الفيل، الفيل راح مات، مات خلاص. بس هو عادي نقدر نلعب بيه تاني كده. مات، كل واحد زعل. ممكن حد يكون بعد مات ما يقدروش يشيلوه خلاص. بس الحاجات بقى كل الحيوانات لازم يرفعوه لانه هو اكبر واحد. بس كمان الزرافة تقدر تساعدهم كتير قوي، وتقدر تشيل دجلين، يعني تشيل دجلين تقف عليهم وهي عندها ايدين، وهي تقدر تساعدهم وتساعدهم تساعدهم، وتقدر ترفع ترفع. راحت الحتوتة، حتوتة خلصت الحتوتة. هتعرفوا حلوة ولا فرفوتة؟ فرفوتة يعني وحشة. والاكل هو والاكل خلاص، عمالين ياكلوا 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 لحد ما يخلصوا. قال خلاص احنا خلصنا خلاص، مش عايزين تاني بقى. وكان ده كوكب الارض، بس دي كورة، دي كورة. وبقى كانه ده كوكب الارض بس عادي، كوكب الكوكب كوكب دي الشمس. راح هما كانوا زعلانين، راح الكوكب ده بيمشي سريع بس كده على طول زي فلاش، بس بيمشي كده بالراحة لانه الكوكب ده ما عندهش، بصوا الفضاء ما عندهش اكسجين، هو الله خلق كده. وعمالين عمالين 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 ينزلوا، هم اصلا مش واخدين بالهم ان هو واقع، مش واخدين بالهم هو الواقع. راح كل الناس كانوا هنا، والاكل شالوه عشان يمكن في حاجه وقعت فوقيهم، نيزك او كوكب وقع، واحد كوكب وقع. عشان بابايا عندكم حاجه بتضحك، بابايا قال ان النيزك كان تعب في الفضاء كده وقال راح يتنشى شويه في كوكب. وهم بقى النيزك ده خلاص بقى. ويلا كانوا كلهم كانوا واقفين. بعدين النيزك نزل، هما اصلا مش واخدين بالهم. راحوا نزل بقى كده فلاش طحنهم، بعدين شالوه حدفوه، اتكسر الكوكب. كل عمال ينزل بركان 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 بركان. هم راح الفهد شاف بركان بينزل، قال يا صحابي فينا في بركان بينزل. راحوا كلهم بقى روحوا في مكان تاني اخر، وبيحاولوا ويصنعوا خيمة كبيرة يكافئوا مع بعض، بدل ما هو الحيوانات المفترسة طبعا تشوف الحاجة. بصوا احنا عندنا اكلهم، هو اكلهم اكل الحيوانات. راحوا هنا كلهم حطوا خشب عشان اي حد مقدرش، بس هو اقوى مقدرش يكسر، هو قوي بس ميقدرش يكسر الخشب.